السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نديرو درس جديد من دروس الفوتوشوب، وخلال هذا الدرس غادي نتعلمو كيفاش نخدمو افيك لي فيلتر ديناميك او بيان كيف تنسميهم لي كالك ترانسفورمي اون فورما اوبجي ديناميك. دونك اولا غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو بلي فيلتر اللي هما تيطبقوا على لو كالك دون مانيير ديريكت، اللي هي لا ميثود ديستركتيف. ومن بعد نتعلمو كيفاش نابليكيو على لو كالك افيك لي ريغلاج ديال هاد لي فيلتر اللي هي لا مانيير اللي ما تكونش ديستركتيف. داكور، دونك بروميرمون فوالا جي كري ان نوفو دوكيمون فورما A4 بيزاج. اون فا ابليكي ان ديغرادي. لو تيب دو ديغرادي اللي غادي نزلو هو هاد لو موديل هذا، و لو تيب دو ديغرادي اللي غادي نديرو فورما راديال. دونك لا باليت كالك هي هادي، و نديرو ان كليك غليسي كوم سا باش يعطيني لي كولور ديالو بحال الشكل هكذا. دونك اول مسألة غادي نديرو هو غنجيب اون ايماج اللي غادي نابليكي عليها لو فيلتر فوق هاد لو فون. هاد ليماج ديالي هي هادي. اولا اون فا ديفريو لو كالك، نحيدو هاد لو كادنا، تناخد هاد لو كادنا ديالي و تنجلسيها سيغ لا بوبيل كوم سا تولي لو كالك ديالي ليبر. ناخد لوتي دو ديبلاسمون و نجلسي هاد ليماج ديالي هنايا. غنحاول ندير كونترول موان و ندير كونترول تي بو فيغ لا ترانسفورماسيون مانيوال. فوالا، نحاول نصغر ليماج افيك شيفت و الت. نحاول اجيستيها في قلب لو موديل ديالي بحال الشكل هاكا. دونك اون فا ديباسي ان تي بو شوية هكدا. فوالا، جو فاليد افيك اونتري. دونك هنايا بالنسبة لي فيلتر، باش كمعلومة إضافية، ألوغ بالنسبة لي فيلتر إلا كان عندي لو مود ار في بي، دونك تنلا مشينا لو مونو ايماج مود ار في بي، دونك لو دوكيمون ديالي الي اون فورما ار في بي. دونك بالنسبة لي هنايا لي فيلتر كلهم نلقاهم مفتوحين عندنا هنايا في لو مود ار في بي. سي باغ اكزومبل لو موديل ديالي الي اون فورما سي ام جي ان، لو مود سي ام جي ان، اون فا لو ترانسفورمي ونشوفو شنو ليفي ديال سي ام جي ان. دونك لي مود كولوريمتريك سي ام جي ان. هنا تيطلب ليا اسكو جو فودغي ابلاتيغ لي كالك ديالي، نقول ليه نو. دونك اوكي، فوالا، هو الى شونجي لو دوكيمون ديالي اون فورما سي ام جي ان ايماج مود، فوالا اون فورما سي ام جي ان. سي بون، الوغ غادي تنشوفو عندي هنايا اون اوبسيون سي ام جي ان. الوغ الا مشيت نطلع على لي فيلتر ديالي هنايا، غنلقى بزاف ديال لي فيلتر لي تيبانو ديزاكتيفي، بحال بانتيغ الويل، بوان دو فويت، الكالغي ديال لي فيلتر تاهي ديزاكتيفي، فيلتر كاميرا راهو، اي كوريكسيون دو لوبجيكتيف. دونك بزاف ديال لي زيليمون لي تلقاهم ديزاكتيفي. علاش؟ باسكو خدام في لو مود كولوريمتريك سي ام جي ان. دونك غنمشي نعاود نبدل لو مود كولوريمتريك ديالي باش نكمل لو طرافي ديالي. ايماج مود ار في بي. Alors, comme d'habitude, Meet & Brain, changer le mode, tiens, est-ce que vous voulez aplatir l'image, c'est-à-dire fusionner les calques de l'écoulement? Nathan Goulet, non, ne pas fusionner les calques. Voilà, tu as les calques de l'équipement, ou tu as lié le document de l'équipement, qui est un DNA, en mode RVB. La machine a les filtres de l'équipement, activé un DNA. Alors, la première méthode de l'équipement, la méthode destructive. C'est-à-dire je vais appliquer le filtre à l'aide de l'image, mais il va s'appliquer sur l'image elle-même. Il ne va pas donner des calques de réglage. Donc, on va dire le filtre. On va dire le filtre. Peinture à l'huile. D'accord? On clique à la peinture à l'huile. Voilà, tu as tenu l'effet. هنايا تيمكن ليا نشونجي لا ستيليزاسيون ديال هنايا ديال لي في ديال لا بانتور ديالي، و تنحاول نترانسفورمي ديك ليماج ديالي كوم سي لي ديسيني افيك دو لا بانتور. فوالا، هنايا افيك دي بانسو، هنايا بحال تنشوفو هاد الشريطات بحال لي في ديال البانسو ديالنا. فوالا، هنايا
la direction angulaire على حسب لا ديريكسيون لا بغيت ندير عندي هنايا ونخليها افيك ليشيل شويه طالعه هكذا وحتى لا بريونس نخليها شويه طالعه بزاف باش كوم سا يمكن لي نشوف لي في سور ليماج فوالا دونك هنايا غادي نفاليدي فوالا كيف تلاحظوا معايا هو ليماج ديالي تيبان في هذيك لي في ديال لو فيلتر الوغ سي باغ اكزومبل انا درت ان انجستغمون ديال هاد لو دوكيمون ديالي ومن بعد بغيت نرجع في هاد لا ترانسفورماسيون ديال لو فيلتر اللي درت انا هنايا دونك سي امبوسيبل باسكو جي في لو شونجمون او ليفي ديال لو فيلتر سور لو كالك او سور ليماج دون مانيير ديستركتيف جو بو با فير روتور اون اريير او بيان انيلي لو فيلتر كو جي ابليكي دونك دون سو كا دونك اون فا با ترافاي افيك سيت ميثود il faut transformer notre calque en filtre dynamique. Comment faire? CTRL ALT Z pour annuler l'effet. Donc, on va transformer notre calque, filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Je clique sur convertir pour les filtres dynamiques. Donc, j'attire votre attention. Il y a de la vignette de le calque, il y a une petite icône ici. Il faut un filtre convertir pour les filtres dynamiques. Il va m'ajouter واحد اللي يكون عندي هنايا دونك في هذه الحاله تنعرف بان لو كالك ديالي اون فورما اوبجي ديناميك بور انولي سا غنمشي لهنا ندير ان بوتون دووا وهنايا بيكسليزي لو كالك ها هو مشى لي هذاك اللي يكون عندي هنايا لا بغيت نعاود نردو سوا ندير فيلتر كونفيرتير بور لي فيلتر ديناميك او بيان تمشي لو كالك ديالي بوتون دووا كونفيرتير اون اوبجي ديناميك سي لا ميم شوز D'accord. Hnaya, je vais appliquer le filtre d'Yana, peinture à l'huile. Voilà. Voilà, tu as atteint l'effet. Je valide. Il y a un client de l'échangement, il y a un besoin d'Yali. Si je suis satisfait de le design, il y a un Hnaya, je vais valider ça. Voilà, tu as atteint l'effet. Et en même temps, tu as tenu la vignette, le filtre dynamique. Donc, c'est le masque de fusion du filtre dynamique. Masque de fusion du filtre dynamique. Ou l'effet, ou là, le filtre que j'ai appliqué, c'est la peinture à l'huile. D'accord? Ou le masque de fusion, c'est le lien avec la coloration noir et blanc. Voilà, on a inversé les couleurs, on dit le noir en premier plan. On a redit le pinceau. On a avec la dureté de compte 0. Ou l'épaisseur du le pinceau de 1400. On a l'air de la peinture, on a la coloration en noir. Je vais faire comme si je fais un trou dans le filtre point peinture à l'huile. Donc, dans la vignette du filtre dynamique, mettre la coloration en noir, il a, comme s'il a masqué l'effet du le filtre. Et pour faire activer le filtre point, peinture à l'huile, je vais cliquer inverser les couleurs. Inverser les couleurs, voilà, je vais lire le filtre d'Yali. اوكي okay. دونك بالنسبه لهاد لي زيكون اللي عندي هنايا هذو اللي تنشوفو هنايا تيعطيني لي في ديال لي مود هنايا جو فيغ دوبل كليك و تافيشي لي هاد لا بواط دو ديالوغ هادي فوالا وهنايا تيعطيني بور بيسي لوباسيتي سادير بيسي لوباسيتي ديال هذاك لو فيلتر اللي عندي هنايا لاحظوا بان لوباسيتي ديالو تتنقص يعني لي في ديال لو فيلتر تينقص بلوباسيتي ديالنا تيبقاش يعطي واحد لي في 100% فوالا او بيان جو بو ابليكي لي مود عندي هنايا لي مود دو كالك عندي هنايا باغ اكزومبل درت انكروستاسيون دونك تيعطيني لو ديزاين تي ايشونج و تياخد ليا لا كولوراسيون ديال هاد لو ديغرادي دو كولور اللي درتو اون اريير بلون داكوغ و سي جو بيس اوسي لوباسيتي تا هو تزيد بيلينا لي في ديال
le filtre d'IENA. D'accord? Donc, on a fait avec l'effet normal. Donc, on a طبقت هاد لي مود كولوريميتيك من خلال هاد ديكون اللي عندي هنايا. ولا بغيت نابليكي هادوك لي مود يمكن نابليكيهم على لو كالك دو مانيير ديريكت هنايا وندير انكروستاسيون وتعطيني هاد ليفي. ويمكن لي نمشي نبيسي لوباسيتي هنايا هاد لو كالك ديال جوفي لو ديفرويي ونبيسي ليه لوباسيتي ديالو باسكو لا كولوراسيون جات فونسي بزاف. فوالا وتن هنا تندير لا ليزون بين بين هاد لو كالك اللي فيه ديغرادي دو كولور وبين لو كالك ديالي اللي ابليكيت عليه لو مود انكروستاسيون. سي باغ اكزومبل جابليك لو مود لوميير تاميزي تعطيني ان اوتر افي او بيان ابليكي برودوي تزيدني هنايا في لوبسكوريسيتي ديالو. دونك هنايا نخليها في لو مود نورمال نخليها في لو مود نورمال ومن بعد هنايا غادي نمشيو نامبورتيو اون اوتر ايماج اون اوتر ايماج وفي هاد ليماج نحاول نابليكي لو فلتر سور هاد ليماج من خلال لي فلتر كو جي ابليكي على هاد لو كالك الاولاني. دونك اول حاجه غادي نمشي ندير فيشي امبورتي ليماج ديالي دون لو دوكيمون. ولاحظوا معايا مثلا امبورتي ليماج دون لو دوكيمون ديالي وتنكبرها بحال شكون هكذا جو فاليد تجيب لي ليماج هنايا اون كالك فورما اوبجي ديناميك بهاد اللي يكون اللي عندي هنايا. سي باغ اكزومبل انايا بغيت نابليكي هاد لو ميم فيلتر لي ابليكيت على هاد ليماج. لاحظوا معايا هاد لو كالك ديالي ولا شويه عريض عندي هنايا يمكن لي نكليكي في هاد لي دوب هاد لو بيتي تريونغل باش يمكن لي نجمع شويه لو كالك ديالي ما يبقاش لي بيسو ديالو كبيره. داكور اول حاجه لا بغيت نابليكي هاد لو بانتور الويل عندي هنايا على ليماج اللي عندي الفوق. دونك ندير الت بو دوبليكي هاد لو فيلتر الت اي جو غليس هاد ليفي على ليماج اللي كاينه الفوق عندي. فوالا لاحظوا معايا و الى ابليك لو فيلتر فوالا الى ابليكي لو فيلتر ديالنا سور لوتر ايماج يمكن لي نماسكي هادي تولي تبان لي هاد ليماج ديالي هنايا لا ابليكيت عليها انكروستاسيون تعطيني ليفي ديال لا كولوراسيون اللي عندي هنايا لي عطتنا ليها لوباسيتي ديالها 36. داكوغ دونك هنايا نرجعو ليماج ديالنا وندير ليها لو مود نورمال. داكوغ وبالنسبة بالنسبة لو ماسك ديفيزيون يمكن لي نابليكي لو ماسك ديفيزيون ديريكتومون عندي هنايا بلا هاد لو فيلتر لان هنايا هو عطاني ماسك ديفيزيون ديال لي فيلتر ديناميك يمكن لي هنايا نابليكي لو ماسك ديفيزيون. دونك عندي هنايا هاد ليماج ديالي بحال شكل هكذا وهادي بحال شكل هكذا. غادي نحاول نستعمل ان ماسك ديفيزيون على هاد ليماج ديالي نكليك عليها هادي وناخد لو بانسو ديالي ونجي لهنا فوالا. وهنا سي كوم سي جي في لا فيزيون بين لي دو ايماج ديالي هنايا. دونك لا بغيت افيشي لوتر لوازو اللي عندي هنايا انفيرسي لي كولور اكس نجي لهنا دونك نحاول نديبلاسي هاد ليماج ديالي شويه افيك لوتو دو ديبلاسمون. فوالا ونحاول ندير لا فيزيون بيناتهم افيك هاد لو ماسك دو فيزيون انفرسي لي كولور. فوالا نعاود نرد لو بلون هنايا نصغر شويه لو ديامتر فوالا. وانا درت لا فيزيون افيك لو ماسك دو فيزيون اونتر لي دو ايماج ديالي و سي كوم سي هنا ليماج ديالي دونك هنايا انفيرسي لي كولور باش بو افاسي هاد لافاسي هادي بحال هادشي فوالا. دونك تنتمنى ان الدرس ديالي يكون مفهوم وواضح ولاحظوا بان لي فيلتر ils sont très très importants بالنسبة لي زيماج ديالنا غير هو باش نابليكي لي فيلتر il faut
toujours convertir notre calque en format objet dynamique ou bien il faut le convertir en filtre dynamique comme ça. Même si je fais l'enregistrement, je peux faire le changement par la suite. Donc, voilà, تنشكركم على حسن التتبع ديالكم وتنتمنى أن الدرس ديالي يكون مفهوم وواضح وتنتمنى أنكم تكونوا parmi les abonnés ديالي تكليكيو على لايك ولا كان شي تساؤل صيفطوه لي في صندوق الوصف وتنشكركم وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله وتبارك الله عليكم.